القدس. القدس ما أجملها من كلمة تتغنى بها الشفاه، وما أطهرها من معنى يثير في النفوس أسمى المشاعر وأعذب الذكريات. إنها مدينة القدس، موطن الرسالات وملتقى الأنبياء، والمنهل المقدس الذي نهلت منه الإنسانية الحق والخير والسلام. تقع القدس على بعد 40 كيلومترا عن البحر المتوسط، وهي عاصمة فلسطين وإحدى المدن التليدة العريقة التي بنيت منذ 4000 سنة، وشهدت انبثاق حضارات ومدنيات قديمة متعددة أسهمت في رقي الجنس البشري وتطوره ودفعه للأمام. والقدس عربية منذ نشأتها رغم توالي المغيرين عليها، حيث أسسها العرب قبل أول عهد لليهود بأكثر من 2000 سنة، فقد أطلق عليها بادئ ذي بدء اسم يبوس نسبة إلى اليبوسيين من بطون العرب الأوائل الذين نشأوا في صميم الجزيرة العربية 3000 قبل الميلاد. وعرفت المدينة باسم الكنعانيين أور سالم أو مدينة السلام، كما ذكرت كتب العهد القديم اسمها أورشليم، وهو الاسم الذي ما زال يطلقه اليهود والأجانب عليها حتى يومنا هذا. ولقد تعاقبت القرون على القدس والغزاة من كل جنس يحاولون اغتصابها واجتثاث جذورها العربية، فقد حاول بنو إسرائيل أن يطردوا القبائل الكنعانية العربية منها، وذلك بعد خروجهم من مصر قبل ظهور المسيح. وحينما أتى المسيح عليه السلام إلى القدس في أواخر عام 28 من الميلاد ليبشر بتعاليمه الجديدة، حاول اليهود إثارة القلاقل والمتاعب في وجهه، ولكن نفوذهم ما لبث أن تلاشى عندما احتل الرومان القدس وطردوا اليهود منها وحظروا عليهم دخولها. وفي عهد عمر بن الخطاب تم للعرب تحرير القدس، وكانت المبادئ الإسلامية المتسامحة هي التي دفعته إلى أن يعطي الأمان لغير المسلمين في أموالهم وممارسة عقيدتهم. وقد كتب ذلك في الوثيقة التاريخية التي عرفت فيما بعد بالعهدة العمرية. وظلت القدس العربية آمنة يرفرف التسامح في أجوائها إلى أن دهمها الصليبيون المتسترون تحت قناع الدفاع عن المسيحية عام 1099 من الميلاد. وإن كانوا في حقيقة الأمر قد جاءوا لاستنزاف الثروات العربية، مما دفع العرب إلى توحيد صفوفهم بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر عليهم في حطين، وتم له فتح القدس لتعود عربية كما كانت. تعاقبت على القدس بعد انقضاء عمر الدولة الأيوبية دولة المماليك فالأتراك، وبعد الحرب العالمية الأولى استولت بريطانيا على فلسطين، وتعهد بولفور عام 1917 من الميلاد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين العربية، وأخذ اليهود يتدفقون على فلسطين، وبدأت المأساة، وتوالت على القدس بعد ذلك أحداث جسيمة من أشهرها الحريق الآثم الذي وقع على المسجد الأقصى في 1969 من الميلاد. وما زالت القدس حتى الآن
تشهد صراعا هائلا بين الشعوب المناضلة وأخطبوط الإمبريالية العالمية، وبمشيئته تعالى سوف يعود الحق لأصحابه. وإذا كانت القدس إحدى المدن التليدة العريقة في العالم، فإنها تتميز عنها بقدسيتها ومكانتها العالية عند أصحاب الرسالات السماوية، حيث يؤمونها جميعا سواء بسواء، ليحج كل فريق منهم إلى أماكن عبادته المقدسة التي تتجاور في هذه المدينة العريقة. وكأنها تؤكد أنها جميعا تهدي بني الإنسان إلى قيم الحق والخير والجمال. وللقدس مكانة خاصة عند المسلمين، لأنها بها المسجد الأقصى الذي كان قبلة المسلمين الأولى، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ورائه يتجهون في صلواتهم إلى هذا المسجد 17 شهرا تقريبا. والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال بنية العبادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه أبو داود والبخاري. وقد روي في أصله أنه بني بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة. وإلى المسجد الأقصى كان إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صلى فيه إماما بالأنبياء والمرسلين. ومنه أيضا كان معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وقد نوه القرآن المجيد بذلك في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.